أهلا بحضراتكم. قارئنا اليوم هو فضيلة القارئ الشيخ هاشم هيبة رحمه الله تعالى. الشيخ هاشم هيبة أتم حفظ القرآن الكريم تقريبا في سن 7، ثم ظهرت إمكاناته الكبيرة في التلاوة ومساحات الصوت وكذلك حلاوة التلاوة، وأشاد بالموسيقار فريد الأطرش له الكثير من التسجيلات، من بينها تسجيل القرآن الكريم كاملا مرتلا ومجودا. القارئ الشيخ هاشم هيبة في مصر دولة التلاوة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. كان الشيخ هاشم هيبة ملك المساحات، والذي لديه بصمة واضحة بعالم التلاوة، حيث إن صوته العريض المميز وقدرته الفائقة على استخدام موهبته الصوتية جعلته في هذا المقام وفي هذا الاسم ملك المساحات. رحم الله الشيخ هاشم هيبة ملك المساحات القرآنية. برحب بحضراتكم وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحب الفضل. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. فضل دكتور، يعني إلى أي مدى كان في تأثر من الشيخ هاشم هيبة رحمة الله عليه بفضيلة القارئ شيخ محمد رفعت في البدايات؟ ده حبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الشيخ هاشم هيبة من مواليد 1917 في قرية من قرى كفر شكر. أبوه وداك كتاب، حفظ القرآن ما شاء الله وهو ابن 7 سنين. ما شاء الله 7 سنين، يعني هو الواحد يحفظ القرآن ابن 10-12 كويس، لكن 7 يبقى فيه نبوخ ويبقى فيه نضج عقلي مبكر. وهذا هو ما كان في شأن فضيلة الشيخ هاشم هيبة. نزل القاهرة، مين يبقى أستاذه؟ أستاذه هو أستاذ الكل بقى وأستاذنا والذي له فضل على مصر لا يحصى ولا يعد، الشيخ عامر بن عثمان. الشيخ عامر بن عثمان عمل نقلة نوعية في قضية التعامل مع كتاب الله وفي تلاوة كتاب الله. الله يرحمه ويحسن إليه. وطبعا في يوم من الأيام كان الشيخ عامر بن عثمان هو شيخ المقارئ المصرية، والشيخ عامر بن عثمان يعني قرآن يمشي على الأرض، مش قرآن بس بقى، ده كان عالم كبير قوي، عالم بقى بيذكرنا بالشيخ محمد المتولي الكبير
بالشيخ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري، حاجة يعني ده بنسميهم إيه؟ شمس القراء. طب شمس القراء. الشيخ عامر بن عثمان هو السبب في شيوع القراءة الصحيحة الملتزمة بالأحكام، اللي هي دلوقتي لقيناها إنها حاجة عادية خالص، وكل واحد يتصدر المحراب بيبقى ملتزم بيها في غالب الأمر. كان أستاذا لهاشم هيبة، علمه الأحكام وعلمه القراءات. هاشم هيبة احنا بنتكلم دلوقتي وهو عنده مثلا 17-18 سنة، يعني سنة 35، يعني دب دوبان في مين؟ في محمد رفعت. محمد رفعت حينئذ بيقرأ الصورة في يوم الجمعة في مسجد فاضل باشا، فلازم نروح مسجد فاضل باشا ونتعلم من الشيخ، نسمع ونبقى قريبين منه ونحافظ على مروحنا في هذا الوقت. جه في وقت في الأربعينات، دخلنا بقى في الأربعينات، بقى عندنا 23 سنة 24 سنة حاجة كده، الوزارة عملت مسابقة، وزارة الأوقاف، راح الشيخ هاشم هيبة طلع الأول، يعني نجح نجاح كويس عظيم. يحطوه فين بقى؟ في مسجد فاضل مع حبيبه. مع حبيبه طبعا، هم مش حاطينه مع حبيبه لانه حبيبه او لهنا عارفين صوت. المعلومة دي حاجة كده. ربانية الهية من حال الشيخ هاشم هيبة طبعاً. انه تعالى كده. فكان هاشم هيبة طبعا، الشيخ محمد رفعت يحب الصوت الحسن وبتاعته بقى، ومتعلم على درويش الحريري وعلى الشيخ المغربي وكده الى اخره. فالمهم انه أعجب الشيخ هاشم هيبة وابتدى يديله من الخبرة بتاعته، وظل هاشم هيبة مع الشيخ رفعت. الشيخ رفعت غاب، الشيخ رفعت كذا تعب كده، يبقى هاشم هيبة هو اللي هيتصدر في كده. لو تسمعوا في البدايات، بدايات دي يعني عايز لك تقعد 5-6-7 آيات عبال ما تفرق هو ده هاشم هيبة ولا رفعت. للدرجة دي؟ للدرجة دي اه. يعني هو ده مين؟ تقريبا رفعت تشربه، بس التون يعني. التون بتاعه مش رفعت، مش رفعت. طب استنى كده نسمع تاني، لا لا رفعت، لا مش رفعت، لغاية ما تمضي 3-4 كده تقول الله ده هاشم هيبة. يبقى إذن ده راجل متمكن قوي، وظل هكذا في المسجد طول حياة وطول طول حياة. حتى لو لما الشيخ رفعت امتنع عن التلاوة بعد ما أصابه ما أصاب يعني المرض، الشيخ هاشم فضل في الشيخ رفعت وهو مريض برضو على قوة مسجد فاضل. لكن اللي بيقوم بالصورة هو هاشم هيبة. بعد كده راح لمسجد صلاح الدين وظل فيه إلى أن مات. اللي جه بعديهم الله يرحمه، يمكن الناس ما تعرفوش، كان اسمه الشيخ عبد الشافي. والشيخ عبد الشافي ده كان يقولولنا مشايخنا صوته عامل زي الموس، حاد حاد جدا لغاية ان تقشعر تقشعر وانت بتسمعه. ايه الصوت ده الحاد القوي ده؟ الشيخ عبد الشافي محدش يعني يجيب سيرته كتير، الله يرحم الجميع. الله يرحم. الشيخ هاشم راح لما وجد الحكاية كده واستلذ بمرافقته لرفعت، راح درس الموسيقى والمقامات في معهد الموسيقى العربية. درسها بقى متخصص فيها دراسة بقى، فهم مقام يعني ايه، نهواند يعني ايه، تدخل بيات يعني ايه، تروح للحجاز يعني ايه، تروح للصبا يعني ايه، الصبا ده
بيدل على إيه يعني الـ 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 العلم نفسه. عشان كده فريد الأطرش الله يرحمه راح له في مرة في ميتم من المياتم اللي كان كان في عمر مكرم كان في عمر مكرم كان في عمر مكرم طبعا خلاص حركة قولنا الواقعة دي الواقعة دي كانت في عمر مكرم وكان الشيخ هبة هو اللي عليه الإيه القراءة. فحاضر مين؟ حاضر فريد الأطرش. طبعا فريد الأطرش ده أسطورة أو يعني هو عمود من أعمدة الموسيقى وهو والعيلة بتاعته. ففريد الأطرش شاف إن الشيخ مساحة الصوت بتاعته مساحة عريضة وقوية وحاجات زي كده. فهو قاعد بعيد إيدي مين ده؟ ما هو أول مرة يسمعه. أم قاعد جنبي كده هو وبقى يعني إيه ينسجم معاه. فكان يقول إيه الله الله يا سيدنا الشيخ الله الله يا عم الشيخ. الـ الله الله دي كان بيقولوها البطانة بتاعت المبتهل أو المقرئ علشان يشجعوه علشان يدفعوه إلى كده. ففريد الأطرش بالشكل ده قام بدور البطانة قام بدور البطانة دي. بعد ما خلص الشيخ هاشم هيبة فريد حياه وكذا ومدحه وقال له أنا عايز أعرف أنت بتعملها إزاي؟ أنت شخص أنت بتجيب حاجة دي حاجة عجيبة غريبة. فده كانت طبعا شهادة من فريد الأطرش للشيخ هاشم هيبة. وده بيخدم حاجتين. الحاجة الأولى إن أهل الموسيقى وعلمائها يحترمون القرآن ويحترمون التوشيح. الحاجة الثانية الاستفادة المتبادلة ما بين أهل الموسيقى وأهل القرآن. يعني أهل القرآن والتوشيح لهم إبداع بيفيد الموسيقيين. مش فقط أهل الموسيقى بيفيدوا القراء بيفيدوهم لكن أيضا القراء بيفيدوهم. الالتزام بأحكام التجويد مع الصوت العريض اللي هو انبهر بيه مع إزاي يخرج من مقام إلى مقام بسهولة وعزوبة وكذا إلى آخره كان بيعلمهم بالإضافة إلى أنه بيبهرهم. فدي حاجة مهمة للغاية. طيب فضيلة الدكتور أستاذن حضرتك نكمل حديث حول فضيلة الشيخ هاشم هيبة ومواقف كتير الحقيقة كلها جميلة وكلها إنسانية وملفتة نتكلم فيها مع حضرتك بعد الفاصل إن شاء الله. بعد الفاصل. تشكر جدا لحضرتك أرجوكم خليكم معنا. الشيخ هاشم هيبة القارئ المساحة الإحساس التمكن التميز الذي يبدأ بقرار بيات لا يترك مقام البيات إلا أن كما يقولون بيموت المقام يبدأ يعلو قليلا ثم يصل إلى جواب وجواب البيات ثم يبدأ ينتقل إلى مقام آخر ويبحث عن جمل نغمية مختلفة في هذا المقام يذهب إلى الرست وهذا المعتاد عند القراء وهنا الإبداع.
يبدع في الرصد قراراً ووسطاً وجواباً، بعد ذلك يصعد إلى جواب البيات، يذهب إلى الصبا ليشعرنا بالتحزين، يشعرنا بالإحساس بالتدبر مع القرآن. عالم وكأنك تسمع معلم يعلم القراء، صوت من القلب، مساحة صوتية شاسعة، كيفما ينتقل ينتقل، كلما يريد أي طبقة يذهب إليها دون محاولة أو تعثر، ولكن عنده الإمكانية الصوتية والمساحة التي تتيح له أن ينتقل إلى كل المقامات وإلى جوابها وإلى جواب جوابها. الشيخ هاشم هيبة من القراء الذين تركوا بصمة، بل تركوا اسما بماء الذهب. بقرية برقطة مركز كفر شكر محافظة القليوبية تشكلت ملامح شيخنا الجليل هاشم هيبة، فبمزيج من قوة الصوت وعذوبته كانت آيات الله تعالى تتلى بلسانه ليطرب بها المحبين. ما انسالوش ابدا ابتسامته وحنانه، كان على صدره سكينه كده ما تفهميش جاياله من القران. اتعلمت منه التسامح والهدوء والحس المرهف قوي. احب اقول له مش هنساك ابدا يا والدي، مش هنساك ابدا الا ان القاك، ربنا يكرمك وينفعك بالقران اللي على صدرك. قضى الشيخ هاشم هيبه سنوات طويله يتجاوز بصوته المسافات لينقل ايات الله تعالى بين مشارق الارض ومغاربها، وفي رحاب السيدة زينب كانت إقامته في منزله بجوار آل البيت، حيث كان قبلة ومقصدا للقراء والفقراء ومحب القرآن. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، بجد ترحيبي بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم صاحبي. أهلا بكم. أهلا وسهلا. طيب شكرا لحضرتك يعني فيما تفضلت به في الجزء الأول من الحديث حول فضل الشيخ هاشم هيبة. مع كل هذه الإمكانات والتأثر بمدرسة الشيخ رفعت وأمور كثيرة الحقيقة يعني في صوته وموهبته، ولكن كيف ترى تراثه؟ كيف ترى ما وصلنا من قراءات الشيخ هاشم هيبة حتى الآن؟ الشيخ هاشم يعني لم يأخذ حقه في داخل مصر، لكن ربنا أكرمه لأنه كان كثير السفر، يتقدم برضو للمسابقات بتاع اللي هي رمضان، كان كثير السفر تقريبا لف الدنيا كلها، راح الهند وباكستان وماليزيا وإندونيسيا، راح السعودية والبلاد العربية كلها، راح يعني لف العالم. ربنا أكرمه في سنة 77 بحاجة حلوة، نمرة واحد في الحرم المكي قرأ القرآن فأعجبوا به جدا، فخدوا ختمة منه مرتلة، فحفظ لنا ختمة مرتلة بنسميها احنا فيما بيننا الختمة المكية. وبعدين سافر المدينة، فالشيخ هاشم يا أولاد جه وبتاع، تصدر القراءة أعجبوا به فخدوا ختمة في المدينة مجودة ما شاء الله. وهو في المدينة الحقيقة حصل حاجة هي زي اللي احنا قلنا عليه الكرامة المدخرة، كانت ليه كرامات كتير الشيخ هاشم. وهو يقرأ سورة الأحزاب، فجه عند قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، راح مكررها 7 مرات يعني مستوحي أنه في حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هو بيقرأ كده وسيدنا كده خير. الله الله في الروضة. في الروضة. فشعر
بكأن يدا تدخل في قلبه. الله، بتلعب في قلبه كده، يعني حاجه مست ايد، حاجه دخلت جوه كده. فاغمى عليه، اغمى عليه وهو بيقرا في الروضه، وهو يقرا في من شده يعني تاثره بهذه الحاله. مره كان الشيخ يقرا في شبرا في ميت، فارى سوره مريم. فلما ارى سوره مريم ابدع قوي، يعني اللي يقول لك ايه جلجل. ها، وبعدين خرج بعد ما خلصوا كده، لقى القساوسه مستنيينه بره العزاء، بره الصوار، يشكروه انهم ما قدروش يمشوا من حسن صوته وادائه لتلك الصوره اللي هي بتحمل صوره الصديقه مريم عليه السلام، ام سيدنا عيسى عليه السلام. عليه السلام. فده بيقول لك حب الناس ليه. نعم. وبيقول لك ازاي ان الشعب المصري ازاي بيتعامل بعضه مع بعض. اكيد. نعم. أكيد. فالحميميه دي، نعم، كانت مهمه للغايه. رحمه الله على الشيخ هاشم هيبه، رحمه واسعه ان شاء الله، رحمه الله تعالى. اللهم امين. شكرا جزيلا فضيل الدكتور. شكرا لك. شكر جدا لحضرتك. شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم سورة الحج، لها فضل عظيم. صلى أحدهم مع عمر بن الخطاب، قال: صليت مع عمر بن الخطاب بالجابية صلاة الصبح، فقرأ بسورة الحج فسجد، سجد فيها سجدتين، ثم قال: إن هذه السورة فضلت على الصور بسجدتين، فكانت من أعظم الصور. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند حكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء